كل انسان عنده التزام. كلنا في حياتنا في التزام، التزام باهلك، باصدقائك، بجيرانك، بالمكان اللي تشتغل فيه، في الشارع وانت ماشي في التزام، في الوطن، في كل حاجه في التزام. فانا الان مستغرب انه يفقد فنان وفنان موهوب زي بيومي، انه يفقد اهم صفه وهي انه في التزام مع جمهور حضر وضحى بوقت عشان خاطره وقرر ان هو يجي عشان يلتقي بيه. فهو في اللحظات الاخيره يعني لا يفي بالوعد، وخاصه ان هو صاحب الميعاد لم يفرض عليه الموعد. فبس حبيت اقول لكم، لان يعني اقل القليل انه نشكر تشريفكم وحضوركم، وانه اقتطعتوا جزء من وقتكم عشان تكونوا موجودين، لكن اللي انتوا جايين له هو لم يحترم، مع الاسف واسف التعبير، لم يحترم مجيئكم. هو بيتكلم بس مش عارف ارد عليه، معلش يا استاذ بيومي. المهم هو لم يحترم، ده رأي يفضل موجود يعني لو عايز يسمع افتحه يسمع. هو لم يحترم وقتكم. ما اعرفش لما لما هو بيتصل بالمناسبة، بس مش عارف ليه كل ما اجي احاول ارد يتقفل. بس المهم ما علينا، هو الرأي ده قلته، لو موجود هقوله، لو جه حالا حد يكون مسجله ويسمعه له. انا موجود مسجل، قول له كويس، لان الحقيقه جزء مهم جدا في بناء الانسان هو احترام الاخر. يعني لم يفرض عليه ميعاد، ما حدش قال له لازم تيجي، اكيد لا. يعني المنطق انه اتصلوا بيه وقالوا له شرفنا حضورك وانه وافق. ف يعني انا لا املك غير ان انا اعتذر لحضراتكم واقول لكم انه هذا هو الحال. يعني الناس فقدت يعني مش ميزه، انا يعني جزء من التكوين، جزء من مقومات الحياه انك تلتزم بمواعيدك. ف طول عمر في فنانين كتير في حياتهم بيحصل فعلا ارتباطات عديده، بس بيعملوا جدول. يعني هو اكيد مرتبط بثلاث اربع حاجات، واكيد في جدول. فمن ضمن الارتباطات انك انت هتيجي جاردن سيتي الساعه كذا، وهتمشي الساعه كذا، لانه في لقاء مع جمهور، ومع وبالذات ده مش جمهور عادي، ده جمهور بيحبك. فالحب التزام يعني، فلازم تجاه الحب تقابله بمشاعر حب. يعني دي فرصه كويسه عشان حضرتك تيجي ونسمع من حضرتك. يعني لا كلكم ذوق والله، بس يعني هو ده اللي حبيت اقوله لكم. لو وقعت في حضور حضرتك اصلا، يعني حضرتك من الناس فعلا محترمه جدا، دايما بنكمل لها تقدير واحترام في اي لقاء تلفزيوني في اي حاجه، فوجودك شرف وكافي جدا. لا كلكم ذوق يعني، وبشكركم طبعا على مجالكم، بس انتوا جايين عشانه، فهو مش موجود.